السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا واحد الخريجه بغيت نصورها لكم. حقيقه البلاصه اول مره غادي نمشي ليها، عمري ما مشيت ليها، بغيت نشارك معكم فيديو جديد كما العاده. كنتمنى ان شاء الله اللي اول مره يدخل ما ينساش اعجاب ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. بقوا معنا ان شاء الله حتى الاخير. قدامنا نرتاحوا شويه، اليوم الحراره اليوم الصعد بزاف. خلي يجيب لي شويه الثلج. صوبت القهوه في الدار بارده وحلا ما بقاتش بارده بزاف، حلا ما بقاتش ديك البروده. نخلي يجيب شويه الثلج. نقول لكم فين غادي ونخليوها حتى الاخر. خلي تنوصلوا ان شاء الله ونوريكم ان شاء الله. كما قلت لكم الواحد غير ملي كيخرج غير شويه بعد شويه على كازا تحس براسك انك بدلتي الروتين وبدلتي جددتي الطاقه ديالك. المهم بقاو معنا ان شاء الله حتى الاخر. ربنا نلقاو شي حاجه زوينه ونصوروها نفيدوكم ونستافدوا ان شاء الله. علاش لا؟ هي بعدا باقا شاده الكشكوشه الفوق، ديت واحد شويه ديال الثلج. اوه الله، تبقى شاده الطريق بقى بارده. عرفتوا الطريق كتبغي ضروري دير شي حاجه في فمك. انا بعدا كنبغي صراحه ضروري ندير شي حاجه في فمي باش ما تجيش ديك الدوخه ديال الطريق. وصلنا للجديده. واش نقول لكم في الاول؟ في الاول باش ما نحرقش المفاجاه، شوفوا الدنيا مره كاينه الحراره اليوم، ولكن ما ماني متوقعت ان غنجي نلقى الناس كيعوم. شوفوا الدنيا شحال عامره، هذه غير الدخله دابا. بقية صراحه زوينه، عمري ما جيت لها، هي قريبه لكازا ولكن عمرنا ما جينا لها. شوفوا الطرقان كي دايرين شحال زوينين ونقيين. هذه راه غير الدخله، باقي كاع ما دخلنا السونتر. حنا جينا هنا غنسولو على الكرا شحال الليله، حيت عرفتوا في الدخله كيبقاو دوك اللي كيكريو الديور. شو نشوفوا شي دار ونصوروها، شوفوا واش كتستاهل داك الثمن اللي كيقولوا ولا لا. انا بان ليا الكرا ثمن مناسب في هذه الوقيته ديال شهر 6، شهر 7 و 8 ما عرفتش، الله اعلم. عندك بغيت كنصور لكم على الطريق ياك. صراحه عجبتني الطريق، واعره نقيه نقيه زوينه، واحد النقا فيها عجيب. حق المراكشيين دائما في الصيف كتلقاهم هنايا في جديده كيتساراو. اللي عنده شي معلومه يقول لي علاش صراحه، حيت الناس اللي كنعرفهم ساكنين في مراكش فين نازل؟ نازل الجديده، نازل الجديده، وحنا قريبه لنا تقريبا غير ساعه ديال الطريق ولا اقل، ما كنجيوهاش. المهم نوقفنا ناخذ شي حاجه هنايا للغدا ونكملوا الطريق. بغينا نشوفوا سيدي بوزيد، كنسمعت سيدي بوزيد عمري ما مشيت ليه. مشيت تما نشوف غير المنظر كي داير والاجواء كي دايره، ونكملوا الدوران ديالنا ان شاء الله. بقى
شدات لي الطريق، برميل ديال القهوة. علاش كنفضل ندير القهوة؟ كنت كناخد الشوكولاط، واش كتعرفوا شنو كيدير؟ قلت اللهم القهوة الباردة منا نتبرد، منا شوية تحرك شوية الشحمة. والله الافضل تصاوبوها في الدار. كنت ديجا حطيتها في واحد الشيرت، كيفاش تصاوبها كتجي خطيره خطيره. شتي ديك ستاربوكس؟ والله الا افضل منها. حليب، حليب بارد يكون متلج، القهوه سريعه الذوبان، اي نوع، ماشي ضروري شي نوع محدد، اي نوع، النوع اللي كتفضلوا، مع المكعبات ديال الثلج، مع شويه ديال السكر ما ديروهاش حلوه، وكتزيد عليها الكراميل. انا كنفضل تخلى عليه وكاكل، كنفضل نزيد عليها الكراميل من الفوق. كتجي خطيره. خديجه حطها في واحد الشيرت، جربوها وردوا عليا الخبر. شوفوا هذا الزور، هذا راه فيه ديال الداخل، واقيلا حيت الديور قدام، اليمين قال اليمين، اليمين اليسار. حنا غادي لسيدي بوزيد، نعتوا لينا الطريق. شوفوا هذا الزور، هذا وسط منه الديور قدام. سميت هاد البلاصه جديده؟ جديده القديمه. ديور قدام زعما، وراي هادي بانت لي باقيين هما هما قدام. احنا وصلنا لشاطئ سيدي بوزيد، هذه الدخله ديالو، شوف كيفاش لقيناه. هذا لاكوت ديالو واعر، ما عمرش بزاف ولكن واعر بصراحه، ما كنتش متوقع بحال هكا. لا فتناها وصلنا لاكوت ديال سيدي بوزيد. زوين المنظر هنا صراحة. وهنا هبطنا، حطينا شويه رجلنا في الرمله وسردناهم شويه بماء البحر. ما يمكنش جيت لهنا وما تمشاش على رجليك في الرمله، وما يمكنش ما تسردش رجليك ضروري، واخا يكون الثلج كيطيح. كما كتشوفوا هنا لقينا الناس هنا كيعوموا، الدنيا ما عمرش بزاف كما كيقولوا في الصيف، كيقول لك ما كتلقاش بلاصتك فين تجلس. المهم هنايا الجو كان سخون، يعني الناس كاينين ولكن ماشي لديك الدرجه اللي كثار بزاف. المهم المنظر واعر، غزال اللي بغى يجينا يتبحر في هذا البحر زوين. حتى الكراره سولنا، يعني ما غاليش بزاف، كاينين في المتناول، كاينين بارتمات ب 200 درهم وكاينين الفيلات. دابا نصورهم لكم الا قدرت.
هانتوما حنا نزلنا لتحت، تمشينا واحد شويه صراحه عينا، تمشينا بالمعقول. المهم راه سولنا هادو اللي قلت لكم راه دايرين تقريبا كيف ما بين 800 ل 1500. لا الصغار 800، الكبار 1500 كيبداو ابارتيغ دو. كاين 800 الليله وكاين 1000 1500 الكبار. كاين مقارنة مع بلاصة أخرى، الشمال راه كاين أحسن من هادشي، ولكن عرفتيني فيلات. لا هادو الفيلات، هادو الشمال راه هو نفس. المهم اللي بغى يجي هنايا جديدة، حق الصراحة زوينة. هانتوما شوفوا لقينا واحد السوق هنايا شعبي، واحد السوق كبير كبير ما صورتوش لكم. لانه راه بحال السوق العاديين، ولكن صراحه فيه شي حوايج شي اثمنه خطيره زاله مناسبه، لانه طبعا بحال سوق شعبي. هانتوما شوفوا راه كبير، ما صورتش الداخل واعر، ما غاديش يبان لكم معاك فكره. كاين في الدخله ديال الجديده تمن كاين بحال الجوقه، دخلنا شفنا لقينا واحد السوق كبير واعر. الا جيتولي غتلقاو شي حوايج يعني اثمنه خطيره زوينه، ضروري ما تشري شي حاجه ضروري. شنو هذاك الشيء؟ هانتوما داك السوق راه جا اونفاس مع هاد السور اللي دزنا عليه قبيله، السوق لي السور اونفاس معاه. هانتوما شفتو الشارع كي داير، كله بحال هكا ديال الحوت، هاد الشارع كامل ديال القهاوي ديال الحوت، شفتو؟ واش كيبان لكم مزيان لا مع الليل الضوا وما كيبقاش يبانو التصاور مزيان. دخلنا لهاد المحل صورنا فيه هاد الاطباق اللي دايرين، دايرين كلشي كلشي، اي حاجه لها علاقه بالاسماك محطوطه هنايا، لي سالاد، البايلا، الفريتوز، كلشي كاين كلشي كاين. سولنا على البايلا قالينا تقريبا 70 درهم للبيرسون، ولكن جاتني صغيره، جاني التبصيل صغير ما كافياش، الثمن ديالها شويه زايد. المهم كاين شي حاجه في المتناول وكاين شي حاجه شويه اللي زايده. المهم اللي بغى الحوت فريش موجود هنايا. حنا في الليل هنا ما كليناش، انا تغدينا مع الطليب ما كليناش. انا كتبت لكم هنا الثمن ديال البايله، كان سولو قال لي 70 درهم. المهم هذا الشيء اللي كاين، هذا هما، هذا هو الشارع اللي فيه لي ريستورون ديال الاسماك، اي حاجه البساطل اي حاجه بغيتوها كاينه هنايا. ها هو قدامكم هذا ديال البايله صغيور. المهم هذه النهايه ديال الاخر ديال الخرجه، كنت بغيت مازال نوريكم شي بلايص ما وصلتش ليهم. واحد المغاره هنا شفتها في واحد لو سيت ولكن ما وصلناهاش. المهم كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فلوقات جداد باذن الله.